الناس وضع حزين، وضع حزين. اصلا اجت ليله الشتاء ما فيش واحد يتهنى في خيمته، ما في كل واحد وصل، كل واحد وصل الميه، كل واحد وصل البرد، خاصه اللي معاهم اطفال. النهار كله يعني تحت الركام، أو تطلع بشوية حاجيات شوية ملابس، وآخر تقضي الليل في مراكز الإيواء. وصلنا المكان، كان المكان مزدحم جدا، فدخلنا المكان اخذنا زاويه انه نقعد فيها انا وعيلتي، في طابور بدك تروح تصف عليه عشان تدبر الميه، في طابور بدك تصف عليه عشان تفوت الحمام، في طابور بدك تقف عليه عشان تغسل.